السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية شعبة علوم وشعبة رياضيات. هنبدأ النهاردة في امتحان أو في حل بوكلت النماذج التجريبية اللي الوزارة نزلتها مؤخرا. ده النموذج أو الامتحان الأولاني الكيمياء باللغة العربية، وإن شاء الله هعمل لكم الكيمياء بالإنجليش للمدارس اللغات. نبدأ النموذج الأول اللي موجود عندنا. طبعا الصفحة الأولانية زي ما احنا عارفين أو شفنا شكلها. بنبدأ الصفحة التانية، تعليمات، والتعليمات ديت لازم نقراها كويس. خلاص لما يكون في إجابة صحيحة بنعلم عليها، لو حبينا نغير ما نشخبطش عليها بنعمل أي علامة أو نكتب ملغاة ونعلم على الإجابة الصحيحة. طيب نبدأ على طول إن شاء الله عشان الوقت بتاعنا. اكتب السؤال الأول، اكتب جميع المعادلات. شوف الملحوظة دي موجودة بقالهم بالظبط حوالي 10 سنوات في الكيمياء، حتى قبل البوكلت لازم المعلومة دي تتكتب. اكتب جميع المعادلات الكيميائية متزنة، عشان في بعض الناس بتهملها. اكتب جميع المعادلات الكيميائية متزنة، لازم تكون موزونة مع ذكر شروط التفاعل. السؤال الأول عندي مصطلح علمي. المصطلحات العلمية اللي عندنا، أول سؤال في المصطلحات العلمية، نمرة 1، عملية تسخين. عملية تسخين خام الحديد بشدة في الهواء بهدف التخلص من الرطوبة ورفع نسبة الحديد. طبعا السؤال ده احنا هنجاوب كله زي ما اتفقنا ان شاء الله، ونوضح بقدر الامكان بدون تفصيل قوي الاجابات عشان الوقت. رقم 1، الف. طبعا بيقول لي تخير، يعني في ممكن طالب او طالبة تختار الف وطالب او طالبة تختار باء، الاتنين صح، بس احنا بنجاوب على الاتنين على اساس يعني نعرف كل المعلومات، لانه ممكن نختار الف ونجاوبه بس دلوقتي نلاقي باء اللي جايه، فطبعا بنجاوب على كله. يبقى أول مصطلح علمي تحميص أو عملية التحميص الخام، اللي هو تحميص خام الحديد، لأن احنا بنتكلم عن ايه؟ عن الحديد. نمرة باء، العناصر التي تتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي التلاتة دي. عندي السلسلة الانتقالية الأولى، السلسلة الانتقالية الأولى، السلسلة الانتقالية الأولى. بعد كده تخير الإجابة عن ألف أو باء، نفس المبدأ ونفس القاعدة زي ما اتفقنا، هنجاوب الاتنين إن شاء الله. خلاص بس نفهم، بيقول لي كيف تكشف عمليا بالتجربة الأساسية مع التوضيح بالمعادلة الكيميائية. يعني التجربة الأساسية وبنبدأ نكتب المعادلة، أنيون الفوسفات وأنيون الكبريتات. طالب أو طالبة يختاروا ألف زي ما قلنا، مفيش مشكلة، نبدأ بألف كده، أنيون الفوسفات. يبقى السؤال الثاني، ألف، إزاي نكشف عن أنيون الفوسفات؟ طبعا بنقول محلول الملح اللي احنا هنكشف عنه اللي هو عطهولي زائد محلول كلوريد البريوم. طبعا إذا تكون راسب أبيض من فوسفات البريوم، يبقى إذا تكون راسب أبيض إذن هذا الأنيون أنيون الفوسفات. يبقى ده التجربة الأساسية، محلول الملح زائد محلول كلوريد البريوم بيدينا راسب أبيض من فوسفات إيه؟ البريوم. نكتب المعادلة مع بعض، فوسفات الصوديوم Na BO4، نركز أنا هعمل إيه؟ الصوديوم أحادي، فوسفات ثلاثي، نركز كده مع بعض، الصوديوم أحادي يبقى الفوسفات مش تحتها أرقام، الفوسفات ثلاثي يبقى التلاتة هنا، يبقى ده خلاص فوسفات الإيه؟ الصوديوم. خلاص زائد كلوريد البريوم، بريوم وكلور، بريوم ثنائي كلور أحادي، يبقى BaCl2 سهم. طبعا الفوسفور او مجموعة الفوسفات ثلاثية،
مجموعة البريوم ثنائية، فبنعكس التكافؤات عشان نعرف نوزن المعادلة. يعني ايه؟ يعني الجزء اللي فيه فوسفات بنحط هنا 2، الجزء اللي فيه البريوم بنحط هنا 3. كده المعادلة تعتبر موزونة. نتأكد كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة لاتنين في تلاتة بستة صوديوم عشان ما نحفظش ونعمل المعادلة غلط على الفاضي. مجموعتين فوسفات، 3 بريوم، والاتنين في تلاتة بستة كلور. نلاحظ كده الصوديوم مع الكلور دايما الموجب الأول عشان ما ننساش. يبقى 6 عامل مشترك NaCl. الناس اللي بتزعل من كلمة عامل مشترك دي في الكيمياء ما يزعلوش، ده كلام صح 100% ويسهل لنا الأمور. تاني حاجة الراسب بقى اللي هو باريوم مع مجموعة الفوسفات، ونشوف برضو ازاي الطريقة. طبعا حتى من غير الأرقام اللي موجودة، الباريوم ثنائي والفوسفات ثلاثي، يبقى في عكس التكافؤات. يبقى هنا 3 بس ما ينفعش احط هنا 2، يبقى لازم الجزء ده ها بين قوسين ونحط 2. ده الراسب الابيض، راسب ابيض. عامل حلقات كتيرة على الصيغة الكيميائية وازاي نوزنها وازاي نكتب الصيغة الكيميائية لأي مركب، وان شاء الله في الحلقات اللي انا بعملها الوقت تأسيس الكيمياء هركز قوي على الصيغة الكيميائية، لان بصراحة اساسية حتى لغاية تالتة ثانوي. تالتة سنة ولو انا مش فاهم الصيغة الكيميائية هكتب المركب غلط، وبناء عليه المعادلة كلها تطلع ايه غلط. يبقى ده الف. نمرة باء، كيف نكشف عن انيون الكبريتات؟ طبعا عن طريق كلوريد الباريوم برضو. نمرة باء هنقول انيون الكبريتات. الكلام ده يتذاكر كويس، الكشوفات يا جماعة بورقة وقلم، نذاكر التجربة الاساسية والمعادلة. خلاص، محلول الملح اللي هو طولوني، يعني هو المفروض مخبي اسم الكبريتات، فباخد محلول الملح زائد محلول اللي هو الكاشف بقى، محلول كلوريد. مش كاشف يعني أدلة، لا، اللي أنا هستخدم عن طريقه الكشف عن أنيون الكبريتات. يبقى محلول كلوريد، محلول كلوريد الباريوم بيديني إذا اعطى راسب ابيض خلاص من كبريتات الباريوم، اذا اللي انا بكشف عنه انيون كبريت اذا اعطى راسب ايه ابيض. المعادله صوديوم، ركزوا بقى كده برضو هنعمل معادلات ازاي. صوديوم او كبريتات الصوديوم، كبريتات ثنائيه صوديوم احادي، يبقى هنا هنحط 2 عشان نعرف نكتب ازاي. خلاص، انا عارف ان معظمنا شاطرين ولكن بنعتمد على الحفظ اكتر من الفهم للاسف، وده اللي بوقعنا في الكيمياء ويخلي الكيمياء منظرها صعب، ولكن هي اذا اتفهمت بتبقى سهله وجميل. كلوريد الباريوم، باريوم وهنا ايه سي ال 2، طبعا ده ثنائي والكلور احادي، اتفقنا الصيغه الكيميائيه نركز عليها شويه. خلاص، كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله، يبقى 2 صوديوم ومجموعة الايه الكبريتات، هنا الباريوم وهنا مجموعة ايه ذرتين ايه كلور. طبعا هنا عكس التكافؤ، الصوديوم مع كلور، الصوديوم مع كلور، يبقى 2NaCl زائد BaSO4، BaSO4 ده كبريتات الباريوم، راسب ايه ابيض، راسب ابيض. يبقى كده كشفنا عن انيون الفوسفات وعندنا انيون مين الكبريتات. السؤال الثالث، تخير الاجابة، تخير الاجابة عن الف او باء. مش معنى تخير يعني في صح وغلط، يعني هنختار زي ما قلنا الف او ايه او باء. الناس اللي لسه ما جربوش او اتدربوا على البوكلت، احنا طبعا معظمنا حل امتحانات وعارفين بنحل ايه الوقت. طبعا في تفسير سؤالين، يا اما نختار الف زي ما اتفقنا يا اما ايه باء. يبقى السؤال الثالث، الف قد تصطدم جزيئات المواد المتفاعله مع بعضها ومع ذلك لا يحدث ايه تفاعل. احنا عارفين يبقى قد تصطدم جزيئات المواد المتفاعله مع بعضها ولا يحدث ايه تفاعل.
بنقول بالنسبة طاقة حركة الجزيئات عشان يحدث تفاعل لابد أن تكون أعلى من طاقة التنشيط، يبقى لو هي أقل من طاقة التنشيط لن يحدث تفاعل مع أن فيه تصادم. نركز الموضوع تاني كده، الإجابة باختصار لأن طاقة حركة الجزيئات أحيانا تكون أقل من طاقة التنشيط، طاقة التنشيط، وبالتالي لا تتمكن أو لا تتمكن طاقة حركتها الصغيرة من كسر الروابط في الجزيئات، الروابط في الجزيئات، النتيجة إيه؟ فلا يحدث، وبالتالي لا يحدث التفاعل. تاني، التفاعل الكيميائي لابد من اصطدام الجزيئات زي ما احنا عارفين من سنة أولى ثانوي ومن تالتة إعدادي، ولكن إذا حدث تصادم ولا يحدث تفاعل إذا لابد أن تكون حركة الجزيئات أقل من طاقة التنشيط، وبالتالي لا تتمكن طاقة حركتها الصغيرة من كسر الروابط في الجزيئات، وبالتالي لا يحدث إيه؟ التفاعل. نمرة باء، تزداد شدة التيار الكهربي المار في محلول حمض الأسيتك بزيادة التخفيف. لماذا؟ لأن حمض الأسيتك حمض ضعيف غير تام التأين، لأن حمض الأسيتك حمض ضعيف غير تام التأين، وبزيادة التخفيف تزداد درجة تأين الحمض، فيزداد عدد الأيونات، وبالتالي تزداد درجة التوصيل للكهرباء، سؤال مهم بصراحة. يبقى حمض الأسيتك زي ما احنا عارفين بنقول غير تام التأين، طيب اما نزود نخفف مية او نزود مية تزداد عدد الأيونات، وبالتالي تزداد درجة التوصيل الكهربي، وبالتالي تزداد شدة ايه؟ التيار الكهربي. السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة. هنا هنختار إجابة صحيحة بقى ليتخير من بين الأقواس أو الإجابات المتعددة، هنختار سؤال واحد زي ما اتفقنا، لو اخترنا اتنين غلط. خلاص، بنقول عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم في 25 ملي من محلوله المائي تركيزه 2 من 10 بيساوي، طبعا المسألة ديت لها القانون بتاعها. بنقول عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم بيساوي ال MA تركيز هيدروكسيد الصوديوم في الحجم بتاعه بس باللتر، يعني هتساوي 25 التركيز بتاعه 2 من 10 في 25 وهنقسم على 1000 بالآلة الحاسبة نطلعها، خلاص هتطلع 5 × 10 أس سالب 3، يعني الاختيار اللي هو رقم ألف، الاختيار رقم ألف، يبقى أنا عندي رقم ألف هو اللي صح. ده السؤال الرابع. السؤال الخامس، اختر الإجابة. يتكون ميتا كلورو نيترو بنزين من، طبعا السؤال ده فيه جزء حلو أو تكة كويسة زي ما نقول، يا ترى ميتا كلورو نيترو بنزين بيتكون من ايه؟ بيتكون من نيترة كلورو بنزين. لو احنا مذاكرين كويس هنفتكر كلورو نيترو بنزين بيجي ازاي،
نيترة البنزين الأول، يعني البنزين بنضيف له حمض الايه النيتريك، بعد كده بيعمل عملية هلجنة، ولذلك الإجابة هتكون ايه؟ جيم. يبقى السؤال الخامس، السؤال الخامس هيبقى الإجابة بتاعته ايه؟ جيم. واتفقنا نكتب الايه الإجابة، ما نعملش الرقم بس، يعني هنكتب نيترة البنزين ثم الهلجنة، نيترة البنزين ثم الهلجنة. ده كان السؤال رقم 5، ونراجع طبعا التحويلات، وهنعمل مراجعة في تحويلات الكيمياء العضوية إن شاء الله، ومعظم التحويلات اللي بتيجي في صورة مراجعة سريعة كده إن شاء الله. السؤال رقم 6، اختر الإجابة الصحيحة. الأيونات التي لها التركيب الإلكتروني أرجون 3D5 هي. السؤال ده برضو حلو وجميل. طبعا الإجابة عندي لازم نشوف العدد الذري بتاع هذا العنصر أو هذه الأيونات. الأرجون 18، 18 و5 مع الدي يبقى 23، 23. طبعا نبدأ نشوف ايه اللي يتوافق ويطلع لي الناتج 23 من الأيونات. طبعا الحديد عندي فاكرين او عارفين 26، هنقول عارفين منين؟ العدد الذري بتاعه معروف اللي هو 26، 56 عدد كتلي، يبقى الحديد 26 ناقص 3 للأيونات الموجودة، خلاص يبقى 23. طيب المنجنيز 25 ناقص 2 لأنه في حالة ثنائية، خلاص يبقى 23. يبقى الإجابة عندي عشان نفتكر ونعرف رقم 6 هتبقى باء، 6 باء. وبركز معاكم تاني، لازم نكتب الإجابة مع الرمز، مش الرمز بس، في الاختياري بالذات، خلاص كوما ام ان موجب 2. طبعا لو علمنا علامة كده علامة صح، ما نعلمش على اي علامة تانية، يعني لو علمنا علامة صح كده نظام البوكلت الجديد ممنوع نعلم على ألف ولا جيم ولا دال، هي باء وخلاص. طيب أنا عملت جيم وهي الإجابة باء، أعمل عليها علامة غلط كده ما شطبش، أو أكتب ملغاة وأكتب إيه، أظلل إيه الإجابة الصحيحة. رقم 7، خلية جلفانية رمزها الاصطلاحي الرمز اللي عطهولي. أولا أكتب معادلتي الأكسدة والاختزال في الخلية. الأكسدة الأول بتحدث عملية الأكسدة عند الأنود زي ما احنا عارفين، يبقى إجابة السؤال رقم 7 هنقول له الأكسدة بتبقى عند الأنود والاختزال بيبقى عند إيه؟ الكاسود. يبقى الأكسدة هيدروجين H2 زيرو، يعني في صورة ذرية، خلاص أكسدة على السهم، فقد الكترونات، فقد الكترونات، يبقى 2H موجب زائد 2 الكترون. الاتنين الكترون اللي طلعهم هيبدأوا عند الاختزال، خلاص يبقى عندي هنا 2H موجب زائد 2 الكترون، بيديني هنا اختزال، بيديني ايه؟ النحاس في حالة ايه؟ ذري. تاني حاجة طالب مني القوة الدفع الكهربية للخلية. إذا كان جهد أكسدة النحاس سالب 0.43 فولت، يبقى في الحالة ديت عايزين ثانيا عايزين EMF القوة الدفع الكهربية بيساوي جهد تأكسد الأنود اللي هو H2 ناقص جهد تأكسد الكاسود اللي هو النحاس. نبدأ نحل المسألة. جهد تأكسد الأنود اللي هو الهيدروجين صفر معروف، ناقص مضروبة في سالب 0.34، السالب في سالب بموجب 0.34، يبقى القوة الدفع الكهربية هتطلع لي موجب 0.34 ايه فولت. معروف القوة الدفع الكهربية بتبقى ايه بوحدة قياسها بالايه بالفولت.
ده كان السؤال رقم 7. السؤال الثامن: اكتب الاسم الكيميائي والصيغة البنائية لكل مما يأتي. السؤال ده جميل بالمناسبة، عايزين الديهيد عديد الهيدروكسيل وعايزين حمض اروماتي ثنائي القاعدي. طبعا ده مطالبين بيه كل طالب وطالبة، مفيش اختيار هنا، مفيش اختار اولا او ثانيا. يبقى بنبدأ هنا، بنعمل اولا وثانيا. هنقسم الورقة كده، هنقول اولا ده السؤال الثامن، اولا عايزين الديهيد، العنوان اهو الديهيد عديد الهيدروكسيل. طبعا كمثال لانه عايز الاسم الكيميائي والصيغة البنائية، الاسم الكيميائي الجلوكوز، الجلوكوز. طيب الصيغة البنائية سي دبل بوند او، هنا اتش، ما هو ده الالديهيد. خلاص نبدأ نعد بقى بقية ذرات الكربون الستة، 3 4 5 6. خلاص يبقى انا عندي الاولانية الديهيد والباقي 5 ذرات كربون متصلين ب5 هيدروكسيد، ولذلك السكر الجلوكوز بيضيف في المية. ليه؟ سؤال اولى ثانوي وممكن يجي لي في ثالثة ثانوي. ليه؟ لماذا؟ 1 2 3 4 عندي الخامسة اهي. لكثرة مجموعات الهيدروكسيل في الجلوكوز خليته مع انه مركب كربوني او تبع الكيمياء العضوية، ومع ذلك بيزف فين؟ في الماء. معروف المركبات العضوية لا تزف في الماء زي البنزين والزيت، ما لهمش علاقة بالمية خالص، كارهين للماء. ومع ذلك السكر مع انه مركب عضوي الا انه يذوب في الماء من اولى سنة ولغاية تالتة سنة، والسؤال ده موجود في الكيمياء. يبقى الوقت هنا السكر مع انه مركبات العضوية المفروض ما يذوبش في الماء، لا بيدوب. ليه؟ لكثرة وجود ايه؟ مجموعات الهيدروكسيد، حيث تتبادل ايوناتها مع ايونات ايه؟ الماء. يبقى احنا قلنا الاسم الكيميائي الجلوكوز، ها الصيغة البنائية الرسمة اللي عندي. نيجي نهوت تاني حاجة طالب مني حمض اروماتي، حمض اروماتي ثنائي القاعدية. المثال عندي حمض الفسالك، حمض الفسالك عندنا ده في كيمياء اولى ثانوي وفي ثالثه ايه ثانوي في العضويه. حمض الفسالك حلقه بنزين، حلقه بنزين، وفي مجموعتين كربوكسايل، المجموعه الاولانيه وادي المجموعه الثانيه. ده كان اخر سؤال في حلقه النهارده، هنجزئها على حلقات ان شاء الله عشان نلحق نعملها ونرفعها باذن الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، ونتواصل معا عشان نوصل لاعلى درجات التركيز في المراجعه. والى اللقاء في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.